السلام عليكم. كتير ستات لما بتحصل مشكلة بينها وبين أزواجها أول حاجة بتفكر فيها هي إنها تسيب البيت، قال يعني هي كده بتأدبه. مين قالك إن هو كده بيتأدب؟ أنتي بتسيبيله مساحة يعمل اللي هو عايزه، بتريحي دماغه هو من دوشتك ودوشة الأولاد ومصاريفك ومسؤوليته والحياة اللي المفروض إن هو يتحملها. انت ما ينفعش ان انت تسيبي بيتك في كل الاحوال. انت تقعدي في بيتك، مصاريفك عندك، ولادك في حضنك، مرتاحه في البيت بتاعك، يا اما الموضوع يتحل بالصلح او لا قدر الله بالانفصال. لكن كونك ان انت تسيبي البيت علشان ان انت حاسه كده ان انت يعني بتأدبيه، مفيش راجل بيتأدب لما مراته بتسيبه، مفيش راجل بيتأدب لما مسؤوليه الولاد بتتشال من عليه، مفيش راجل بيتقدم لما مسؤولية المصاريف والمدرسة والدروس والفطار والعشاء والغداء والمسؤولية عامة بتتشال من عليه. انت كده بتديله فترة نقاهة، بتقول له بصي يا حبيبي انا رايحة اقعد عند بابا وشايله همي، وانت اقعد في بيتك معزز مكرم، اصرف براحتك وهات اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه واخرج وادخل، والله اعلم لو الشخص ده مش ملتزم هيعمل ايه في البيت وانت مش موجودة. ما ينفعش بكل حال من الاحوال انت تسيبي بيتك. حاولي تفكري شويه، طب ايه البديل؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اقدر احل المشكله؟ خلاص الموضوع وصل ان انا مش طايقاه خالص، خلاص انا اقعد في بيتي، هو مش راضي يخرج بره البيت، اخويا يجي يقعد معايا، اختي تيجي تقعد معايا، امي ابويا، لكن ما سيبش بيتي بكل الاحوال. الموضوع مش لوي دراع، الموضوع ان لازم نفكر بشويه عقل. احنا قبل ما بنفكر ناخد اي اجراء ضد اللي قدامنا بنشوف الاول الاجراء ده هيبقى في صالحنا ولا ضدنا. حاولوا تفكروا شوية، متخربوش البيت.